تفضل. أعتذر على التأخير، لقد أوصلت سروال الطوارئ إلى أمي، والآن انتبهوا، من يريد القيام ببعض الاستكشاف؟ اسمعوا، لدي سؤال مهم لكم، أنتم تحبونني كقائد لكم صحيح؟ هذا جيد، لأن الكبار لم يكونوا لطفاء مثلكم، قالوا إنني متساهل معكم وإنني كنت أوزع عليكم الشرات من دون تنظيم. هذا كلام فارغ، أنت رائد كشافة رائع يا جاسباتشو. شكرا تشاودر، هاك شارة. هذا رائع، أنا بارئ في السباحة الآن. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنني سأطرد إن لم تتغير الأمور.